واحد منكم ومن واحد واحد يجب أن يخلف أثرا. ممكن يعني ممكن أنتم تبنون حسينية مثلا، أو تبنون مسجد، أو تبنون مكان يجمع هؤلاء الشباب حتى لا يكونوا طعمة للشرق والغرب والانحراف العقائدي والانحراف الأخلاقي. ممكن، نعم ممكن. إذا واحد تحرك الله يبارك في العمى. العم حفظه الله كان يقول في إحدى البلاد: أنا ذهبت إلى حسينية عامرة، محرم، صفر، شهر رمضان، بقية الأيام عامرة. تعلمون من الذي بنى هذه الحسينية؟ حمال، لكن حمال موفق. يمكن واحد يكون عنده قدرة لكن مو موفق. حمال بناها. هذا كل يوم كان يروح إلى خارج برا يحمل الأثقال. حمال إيش قد يأخذ؟ الحمال أوليات معيشته ربما لا تكون مؤمنة، ولكن بالليل عندما كان يعود بالبيت لاحظوا العقل والفكر. الأموال ماله كان يجعلها ثلاثة أثلاث، ثلث للإمام الحسين صلوات الله عليه وثلثان له. هاي الأثلاث جمعها جمعها جمعها، تراكمت بمرور الأعوام، فاشترى بها أرضا خارج البلد في البرية القفراء. قالوا له: شو تفيد هذه الأرض؟ قال: أنا علي ما أقدر. بعدين البلد توسع وتوسع، وتلك الأرض أصبحت جزءا من البلد، وبناها بمفرده بدون أي شريك. يوم القيامة يجيبون هذا الحمال أمامنا ويجيبونه إلنا: هذا الحمال قدر وأنت لم تقدر. أكو هنالك رواية معروفة أن النبي صلى الله عليه وآله توفي أحد المؤمنين في حياته، فكان عند بيت من تمر، بيت مملوء تمر. هذا قال أن هذا التمر أعطوه للنبي صلى الله عليه وآله ليعطيه للمحتاجين أو ما أشبه. النبي صلى الله عليه وآله عملا بالوصية أخذ هذا التمر وأعطاه لأهله، محتاجين، فقراء، ما أشبه. ثم بقيت هنالك تمرة واحد، هذه كانت من أردأ أنواع التمر. أكو كلمة بالرواية معنى هذه الكلمة: إما تمرة من أردأ أنواع التمر، أو تمرة منقورة نقرتها الطيور، أو تمرة جافة. النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا هذا الرجل في حياته، هاي الكلمة إلنا، كان ينفق هذه التمرة كان أجره عند الله أعظم من كل هذا التمر الذي أنفقه بعد وفاته. لا تقولون أولادنا يعملون، أنتوا اعملوا. إذا واحد قلبه ما احترق على نفسه، الآخرين قلبهم ما يحترق عليه. العم حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله، كان يقول: أحد التجار، تاجر، أحد المؤمنين، أحد المؤمنين في كربلاء أو النجف المشرفتين بلغه هذا الحديث، سمع بهذا الحديث، قال: فليش أترك الأمر لأولادي يقومون بذلك؟ أنا خل أقوم. فأعلن عن مجلس فاتحة. قالوا: إلمن هاي الفاتحة؟ قال: إلي.
فاتحة إلي، ليش أقول اعملوا لي فاتحة بعد وفاتي؟ أنا أسوي إلي فاتحة في حياتي. ودع الناس وهو حضر في فاتحة نفسه، وأعطى المصاحف للمؤمنين وأطعمهم. اللي صار محل كلام أنه شنو هذا العمل؟ هذا العمل مو مقبول اجتماعيا. بعدين 40 أعلن فاتحة 40 المن لنفسه. بعدين مر العام أعلن فاتحة مرور عام على وفاته هو، وانتهت الفاتحة. وبعد أيام من مرور العام مات هذا الرجل المؤمن. أنا ما أقول إحنا خلنا نأخذ فاتحة لأنفسنا، وإنما أي شيء تحبون يعمل لكم بعد أطال الله أعماركم بعد الوفاة اعملوا الآن. واحد بعدين يتندم حيث لا ينفع الندم. وكل واحد منا أطال الله أعماركم في لحظة ينتهي مرة واحدة، بجلطة قلبية ينتهي، بجلطة في الدماغ ينتهي. فإحنا لا نفكر إحنا نعيش بعد 10 أعوام 20 عام، مو معلوم. يجب علينا أن نمهد لآخرتنا بالباقيات الصالحات. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.